قد يكون هناك اهتمام فلسفي ليس باعتبار الفلسفة هي المقدمة الكبرى بقدر ما هي المقدمة الصغرى، بمعنى أنها تصبح أداة لخدمة. هل لا أعطيتنا مثال حتى نوضح القصة؟ يعني مثلا قد يكون هناك مثلا باحث أو فيلسوف ينطلق أساسا من فكرة الصراع مع الغرب مثلا، عنده ثنائية صراع المسلمين مع الغرب أو صراع الاستعمار مثلا، يعني نشأ في بيئة الآخر الغربي هو آخر مستعمر، ثم أصبح مشروعه كيف يمكن تقديم مشروع نهضوي انطلاقا من الصراع مع المستعمر. مر علينا تجارب كثيرة لمحاولة أسلمة العلوم الإنسانية، أيوة يعني مثلا علم النفس الإسلامي، علم الاجتماع الإسلامي، علم الاقتصاد الإسلامي، الأدب الإسلامي، كل هذه المشاريع فشلت لأنها لا تستجيب للمنطق الأول اللي هو منطق العلم نفسه، العلم ذاته. الحقيقي هو على الآن باعتبار أن الساحة السعودية تخففت كثير من الصراعات الإيديولوجية، أقصد مثلا الناس اللي يشتغلون مثلي في الفضاء العام، نعم. أصبح الضغط الإيديولوجي أقل بكثير، وهذه فرصة لاستقطاب أهل العلم وأهل المعرفة، نعم. بمعنى الناس الذين يبحثون أو يقدمون على علوم معينة لشغفهم الحقيقي بهذه العلوم، مثل ما أنه أقسام الرياضيات تستقطب الناس اللي عندهم العقلية شغف الرياضيات، هؤلاء هم الرهان عليهم، أنا أسميهم أهل الكار، يعني أهل الكار، أهل الصنعة اللي يحبون الصنعة لذاتها، أيوة. وهؤلاء حقيقة باعتبارهم خارج هذه الصراعات يكونون مخلصين لمنطق المعرفة نفسها وينتجون، ثم بعد ذلك يمكن استثمار إنتاجهم.